المحل. انا لو دخلت المحل وحسيت ان داخل بيت جحا وعمال اقول يا رب اخرج النهارده يا رب اخرج النهارده يا رب اخرج النهارده مش هكررها تاني. ايه اللي انا هحطه؟ شخصيات. فاهم حاجه جوه سايت او اهم حاجه ديزاين ان ما نخليش الواحد يفكر انا ازاي ممكن استخدمه. على سبيل المثال انا بدات في الكلامات من صبيان استخدمته غساله فاكرون بلاش استخدمته في التجازه فاكرون ماما دي كلكم استخدمت ده حصل؟ ما تكسبوش كلنا على ده ماما دي كلكم استخدمت ده. كان في صعوبه ان انتوا تشغلوا البوتاجاز وتحطوا تبريد عشان خاطر يولع وبعدها تكسب ليه؟ أنا مرة كده عايز أقول حاجة فلان. بس أخذ رشة سريعة. على لا. بس إن شاء الله يلا بس. فده مش محتاج إكسبيرينس كبيرة عشان الواحد يتعلم إزاي يشتغل المنتجات. هي دي تسمى اليوزابيلتي. طب لو المنتجات عشان يشغلوا يقول لي لو سمحت دوس على زرار معين، بعد كده دوس على زرار اثنين، بعد كده افتح ثلاثة. حد شاف مين ذا رمزو؟ كرتون. فالمفروض ان اي كان الابلكيشن تكون سهل لدرجه شغاله محتاج ميديا محتاج تخيل مثلا انت عملت ابلكيشن عملت موبايل ابلكيشن موبايل ابلكيشن ما يعملش اي حاجه غير انه بيعمل كونتاكت اصل ورابط بس عشان يعرف